وين اكل؟ من هون ولا من هون؟ يعني ارجع اتوق من هذا. اي ثينك يعني طعم مش كثير مختلف. يمكن في نكهة انه يمكن في طحينة نية عليها هاي. شوي بس يعني تقريبا نفس الطعم. بس هذه عجبتني اكثر ومش عارف ليش هاي طلعت كويسة وهذه فتفتت علي وعلى الدنيا. بس جايين توسخونا يعني انتوا اليوم؟ شو هذا؟ تعودنا انه ندهن صواني الكيك بالزبدة عشان ما تلزق معنا الكيكة. وفي منا كمان بضيف رشة الطحين عشان نتأكد انها ما تلزق الكيكة. بس كتير مرات منلاقي انه لزقت حتى مع الزبدة، ولما نضيف الطحين طعم الطحين الني مش زاكي. السبب انه الزبدة بتحتوي على نسبة مي، ولما بتتبخر المي ممكن الكيكة تلزق. فالأحسن انه ندهن الصينية بشوية زيت بدل الزبدة لحتى تطلع كيكتنا بسهولة وبدون تلزيق.